لنا دور مهم كبير كشباب في التنسيقية ان صوت حضراتكم يوصل للناس. وايضا مش غير التنسيقية احوار وطن، يعني كل الاقتراحات دي هنوزعها على اللجان. يا جماعة دي اراء الناس، هتحلوها ازاي؟ هتطلعوا تقولوا ايه للرأي العام؟ التكامل الكبير جدا بين كل مؤسسات الدولة المصرية، بين المجالس النيابية وما بين الهيئات وما بين المؤسسات، ودي مصر الجديدة، دي الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنطمح ان احنا ان شاء الله بإذن الله نكون مشاركين في بنائها. اعتقد النهارده ان شاء الله هنطلع بموضوعات مهمه جدا جدا. ليه؟ لان برضو انتوا غير اي هيئه حكوميه، انتوا بتحتكوا بكل مواطن في كل حته في مصر، فاحساسكوا واحتكاكوا ده هيطلع منها مواضيع واقتراحات اكيد هتفيدنا. اي تقدم احنا بننشده او اي مجهود احنا بنبذله علشان الجمهوريه الجديده لن يكلل بالنجاح الا بدور حضراتكم في تعليم الكبار، لانه التعليم والتنوير ده اهم عنصر من عناصر بناء اي دوله في العالم. اللي اتعامل في الثمان سنوات بورديه ثلاث نبطشيات في اليوم، يعني بالمعنى بالحساب بالورقه والقلم 24 سنه عمل. مصر إن شاء الله القادم أفضل، مصر تبنى من جديد.